انا بعتصم كل اثنين انا ولو انه ابني طلع من السجن اللي انا بعتصم عشان الأسرة، الأسرة لن انا واحد ناس لن اتخلى عن الأسرة مهما كان في احرق الظروف مهما كلف اللي ديمت وانا طيب لازم اعتصم على الأسرة انا بحييهم بحيي صمودهم ولن اتخلى عنهم بقول ابو مازن وكل العالم يتضمنوا على عشان الأسرة احنا بنيجي هنا كل اثنين عشان الأسرة فش جدال فش يعني اي شيء كان بديل عن الأسرة يا أسرانا يا أبطال يا أسرانا يا أبطال يا مازن تهنى يا مازن تهنى يا مازن تهنى.